إنني قدمت إلى المملكة قبل سنوات وكنت أعمل في الزراعة، وقد اضطررت للإفطار في رمضان 17 يوما نظرا للإرهاق في العمل ولحرارة الجو، ولم أقضها حتى الآن. فبماذا توجهونني جزاكم الله خيرا؟ أولا، العمل ليس عذرا في ترك الصيام، بل الواجب على المسلم أن يصوم ولو كان يعمل، إلا إذا صام وحصل عليه مشقة عظيمة وخشية من الموت فإنه ويدفع ما وقع فيه من خطر الموت ثم يمسك. أما ما حصل من الشائن من أنه أفطر عدة أيام بسبب العمل كما يقول والحرارة حرارة الجو، فلا شك أنه أخطأ في ذلك، وكان واجب عليها أن يسأل قبل أن يفطر، يسأل أهل العلم ويرشدوه إلى طريق الصواب. أما وقد حصل الأمر وأفطر أيام من رمضان، إنه يجب عليه قضاؤها، يجب عليه قضاؤها والمبادرة بذلك لتفريغ ذمته من هذا الواجب العظيم الذي هو ركن من أركان الإسلام. وعليه مع القضاء أن يطعم عن كل يوم مسكينا إذا كان مر عليه رمضان آخر هو لم يصم هذه الأيام، فإنه يجب عليه مع القضاء أن يطعم عن كل يوم مسكينا عن التأخير. نعم، جزاكم الله خيرا. يقول: إنني صمت يوم عرفة وحالي كما ذكرت لكم آنفا، أي لم أقضي ما علي من دين في رمضان، فهل يقبل مني؟ لا شك أن صوم يوم عرفة أمر مستحب لغير الحاج، فيه أجر عظيم ويصومه الإنسان ابتغاء ثواب الله سبحانه وتعالى. لكن لو بدأ بالصيام القضاء وفرغ ذمته منه كان هذا هو الأولى. أما وقد صام يوم عرفة صيامه صحيح إن شاء الله ويرجى له الأجر، ولكن عليه أن يبادر بالقضاء. نعم، جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم.